كمرد حمدان جمعة، وأنا بحييكم جميعا وأتوجه بالشكر للجمعية وللمنبر ولكل الناس الحاضرين في هذه الندوة، وبشكر خاص برضو للنساء اللي قطعوا جزء من زمنهم لحضوره هذه الندوة وعندهم مهام أكبر من الآخرين. وأيضا أنا برى وجوه كثيرة معروفة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، ووجوه مضيئة من الأصدقاء ومن الناس المهمين والفاعلين والرموز في المجتمع السوداني، وأنا سعيد جدا بهذه الفرصة وفي هذا الوقت بالذات اللي هو وقت مهم جدا بالنسبة للسودانيين وبالنسبة للسودان، ونحن جميعا بنعيش زمن يعني فيه كثير من التناقضات اللي بمر بها السودان، وجميعا نعلم انه شعب السودان وبلدنا السودان لا تستحق ما يجري، وانه السودان رغم كل شيء ده بلد مهم وبلد تاريخي وبلد فاعل ويجب أن يعود إلى حيث ما ينبغي، وده بيستحق مجهودات كثيرة وكبيرة من السودانيين أفراد وجماعات. And I would like especially to thank our sister from America, Marty Lewis. She has been doing a tremendous job supporting the Sudanese and the Sudan case and cause. And we are thankful, and we would like you all to greet her and to give her. And all those who are here, American and Sudanese. أنا لأنه دي أول مرة أتكلم في مونتري، وأول مرة ألاقي بعض الناس في ندوة عامة. من حيث يجب أن تكون البداية ده نبدأ برؤيتنا، ولأن رؤية الإنسان مهمة قبل أن نخوض في التفاصيل والقضايا اليومية والقضايا اللي بنعيشها نحن كلنا. داير أبدأ يعني نحن كيف نرى قضايا السودان وكيف رأيناها في السنوات الفاتت، ولأي القضايا انتمينا، ومن أجل أي القضايا وقفنا. هذه قضايا مهمة، لأنه في الأساطير النيلية النيليين بيقولوا إنه المرفعين بيحب يأكل لحم الإنسان، لكن المرفعين ما بيأكل رأس الإنسان. فسألوه أنت ليه ما بتأكل رأس الإنسان؟ قال والله لأنه المصائب في العالم ده كله جاي من رأس الإنسان، فأنا ببتعد من رأس الإنسان، وبالتالي الرأس بتاع الإنسان هو فعلا يعني هو القضية الرئيسية. إذا الزول عنده وضوح وعنده رؤية ناصعة وصافية كل حاجة في حياته تكون، لكن لما الرأس تلخبط كل حاجة بتتلخبط والأولويات، وبالتالي الرؤية هي المهمة، هي اللي بيستند عليها كل الهيكل وكل الجسم وكل التحركات. وبالتالي نحن نبدأ من حيث تكون البداية لرؤيتنا للسودان، وما ظللنا نبشر وندعو به لسنوات طويلة، ولازلنا نؤمن بأنه دل ما اعتقدنا به أنه هو صحيح، وأن السودان لا ينصلح أمره ولا ينصلح حاله إلا أن يعود إلى منصة التكوين. ويجب أنه بعد تجربة قاسية وطويلة، وبالذات في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، السودان مر بأكبر تجربتين وربما بأكبر جريمتين على مستوى أكثر يعني من 100 عام أو ما يزيد،
والسودان بلد قديم، والجريمتين ديل ارتكبوا النظام الحالي. صحيح انه بعض الزيول بتمشي ابعد من هذا النظام، لكن المؤتمر الوطني وان من لف لفه هم ارتكبوا الإبادة الجماعية، والإبادة الجماعية ده حديث كبير وخطير، لأنه شعوب معدودة، ممكن 7 شعوب أو أقل في العالم كله ارتكبت تجاه الإبادة الجماعية والجونوسايد والوار كرايمز، من ضمنها شعب السودان في دارفور، في جبال النوبة، وفي النيل الأزرق، وفي شرق السودان، وربما في مناطق تانية. بعدين الجينوسايد اللي ارتكب ضد السودانيين فقط ليس ضد البشر، حتى في جينوسايد ثقافي ارتكب في مناطق عديدة، من ضمنها مناطق شمال السودان، ارتكب ضد الثقافة وضد الحضارة وغيره من التبعات. المزلة الثانية والكبيرة هي مزلة انفصال الجنوب، وانفصال الجنوب حدث كبير وخطير وليه ما بعده، ويجب أن لا يمضي مرور الكرام في أذهان السودانيين، ويجب أن يكون انفصال الجنوب يعني مدعاة للتأمل وللعبرة ولأخذ الدروس، ولأنه نحن نتوقف توقف كبير عن أنه لماذا ذهب الجنوب، كيف ذهب، كيف نحافظ على بغية أجزاء السودان. ده سؤال فرض عين على كل سودانية والسوداني، يعني يغيف في هذه الأزلة ويتأمل فيها، وإنه أي ذول ما هو المطلوب منه لأنه السودان يكون بلد فاضل ويكون بلد يليق بإنسانية الإنسان. هذه المزلة ما حدث في الإبادة الجماعية وحدث من انفصال الجنوب مزالتين بيستحقوا إعادة تعريف أنفسنا، وإعادة تعريف السودان، وإعادة تعريف المزالة السودانية. دي مزالة مهمة جدا، لأنه بدون ما نحن اللي حدث كبير وحدث نوعي مثل انفصال الجنوب والإبادة الجماعية، بدون ما نقيف عشان نعرف نفسنا ونتأمل في ذاتنا ونتأمل في السودان ونحن جايين من وين وبنمشي لوين، دي حاجة مهمة جدا. لأن البحارة لما نيجوا في المراسي، وإنتوا عندكم هنا مرسى، كل السفن الكبيرة والصغيرة بربطوها في المرسى، بيكون في أنكر لازم عشان الموية ما تشيلها، وإذا أسى الموية شالت جزء من السودان، يجب أن نتأمل إذا دارين نحافظ على الجزء الباقي نربطه في جهة ونتأمل في أنه السودان ده جامن ياتو ماضي وماشي لياتو مستقبل، لأنه الانتغاص من تاريخ السودان هو الذي انتغص من جغرافيته. الناس اللي حكموا السودان ما عندهم أي معرفة عميقة بأنه السودان ده ياتو نوع من البلدان وجامن وين. والمسألة دي بدأت من 56، تم استهتار كبير بالسودان وبتاريخه وبتكوينه وبالناس الموجودين فيه. السودان بلد برجع تاريخه ل8000 عام، والسودان بلد فيه 130 لغة وليس رطانة، في بعض الناس بيسموهم رطانة، لكن دي لغات البداوي في شرق السودان، دي لغة أقدم من اللغة الفرنسية وأقدم من اللغة الإنجليزية. النوير من جنوب السودان لما كانوا جزء من السودان، النوير بيسموا لغتهم بيسموها طوك ناس، لغة بتاعت الناس، ما بيعترفوا ذاته بباقي وفي ناس بيقولهم دي رطانة، اللغة بتاعت الضناقلة. اللغات السودانية دي لغات فعلة في الحضارة الإنسانية، والسودانيين أول سوداني مسيحي كان في عام 38، والزكريا بن جرجة واحد من حكام الممالك المسيحية زار الخليفة المعتصم في بغداد وشال له جزء من الخيرات بتاع إفريقيا وحاجات في بغداد الناس ما بيعرفوها، شال بيجميز وشال حاجات كثيرة من إفريقيا ودها ل